تفرجوا يا توانسه، شفتوا يا توانسه، شفت الفيت رويت يا توانسه، شفتها هذاك يخلي في الكلمه زرني برد الجمله. شوف تبدا تخسر في فلوس وشارج غاز ودنيا واحده، نظف الفيتر وشوف كيفاش من بعد تولي النتيجه. حاجه سيرة ياسر مش حاسس صعيب. باهي؟ باهي، تفضل امشي. عمليه بسيطه ياسر. نظف الفيتر تو يخدم كما تزر. حتى الفيتر ما عادش مرفوع. ها؟ شوف كيفاش. ها؟ شوف كيفاش. ها؟ شوف كيفاش تولي ويعطي نتيجه. هذه اللي ما تكلمش حتى 30 ألف راهي العملية مش حاجة كبيرة ياسر، خير من شارج غاز يجيك واحد يقول لك شارج غاز عجبتني 30 ألف، لا 30 ألف هكا عجبتني 30 ألف، هي هذيك فان هذيك هذيك فان شارج في فيسبوك ينصح في العباد واحد عنده شير يوتيوب هذاك علاش يساوي توكا اللي ما يعرفش شنو يوتيوب شنو يوتيوب هذه ترغى مع التيك توك هذوما هذه عملية هي عملية ظاهرة بسيطة لكنها شاقة يقولوا ساق على في واحد الارتفاع بعلوم كده مكان شوفوا شوفوا حد نقول هذه بزيت فورتيف كما يتخيلوا البعض وبالمناسبة تحية للضحاة وين فرحات؟ وين؟ فرحات هذه شخصية غريبة طلة شخصية غريبة فرحات تحية تحية لصديقنا فرحات ها هذاك فرحان اللي عم تبيني فيها شويه تنظيف للفيلتر. العمليه ما تطلبش ياسر وقت، ما تطلبش مجهود، تربحك في ديمومه الاكتماتزر نتاعك، تربحك في فلوس، تربحك في فاتوره الضوء، تغنيك عن كل قلق وقت اللي حاجتك انت بالاكتماتزر. الغبره هذيك اللي كنت تشوف فيها في الفيلترات تعمل حاجز بينها وبين عملية التبريد. لاحظ انت الوقت اللي تنحي الفيتر، مجرد ما تنحي الفيتر حتى الهواء بتاع البيت معناه يتبدل، فك الوقت اللي انت تنظف فيه لاحظ اللي عملية الهواء بيتها معناه التبريد تتبدل. لذلك معناها ننصح كل انسان حتى ما لقاش ثاني ينجم يقوم بها العملية ذيك وحده. وفي اضافة لعملية تنظيف الفيلتر هذاك اللي كنت تشوف فيه توا، ثم الموتور من برا لازمك تغسله بالماء، تستعمل كاوتش وتستعمل باب زمان من تالي علاش هكا لك الموتور هذاك. لازم يتنفس يتعبى بالغبره، ما تضيع يولي اكل الغبره هذيك تعمل اوبستاكل خاطر الموتور في حاجه للتهوئه، في حاجه باش يبرد. فما فونتيلاتور من قدام وفما الهواء من تالي، لكن الفونتيلاتور هي اللي تخرج الهواء، اذا كان ما يخرجش الهواء تحصر الهواء معناها في الداخل ويصحى نكهه الموتور يولي يقص. دون حول ولا قدرة منهم. أي إن شاء الله نكون وصلت الميساج هذه أو المعلومات هذه. راهو كلام هذايا مش يعني كوني أنا ضد الصناعية، أنا راني صناعي، أنا بدي ناكل الخبز كيفهم. بقينا فما بعض الوضعيات اللي ما تتطلبش باش واحد يتنقلها على عين المكان، وهي عملية بسيطة معناها نرى كونه مصروفة أكثر منها. ان شاء الله نكون وصلت الميساج هذه. وانتم اذا كان فما حاجه ما فهمتوهاش كالعاده ارقامنا 22 تسجيل 15 15 50 76 20 31 واتساب ومرحبا بكم.